حول ولا قوة. يا خبر ابيض يا استاذه، منصف منصف. ايه منصف؟ كان راكب عربيه وخبط الكامل بتاع المهرجه. يا نهار اسود، المهرجه مال؟ لا الحمد لله المهرجه عادي. مش ممكن، مش ممكن اللي بيحصل ده. مش ممكن اللي بيحصل ده. الله، اول مره اشوف مهرجه بيتكلم مصري عادي زينا كده. سوري، اسفين جدا جناب المهرجه. اسفين ايه ونيلك ايه؟ هو طب ما احنا هنعمل ايه؟ اسفين جناب المهرجه. انا اتصلت من يومين، انا مش المهرجه يا ستي. أوه. انا مش المهرجه، انا المترجم الخاص لفخامته. سوري يا فندم، معلش. انا متصل من يومين وقلت ان انا احجز اوضه هنا للمهرجه ومراته. ليه ما عملتوش حساب في ركنة؟ ايوه، ما احنا يعني صح، ما كناش متوقعين المهرجه يجي على جمل. مهرجه عايزاه يبقى راكب ايه؟ راكب فيل سعادتك. اسفين، اسفين جدا يا فندم، معلش. فين هو جناب المهرجه؟ جاي ورايا حالا، هو مراته. انا قلت ادخل يكون في مصيبه تانية ولا حاجه. لا لا، ما اسمحلكش تقول الكلام ده في اللوكاندا بتاعتي هنا. تمام. اتفضل نادي على جناب المهرجه. جناب المهرجه اتفضل. عامل حادثة ولا ايه؟ مهبوبة، مهبوبة، اني اتألم كثيرا. ارفع عنك الألم واهمل عنك الأوجيع. هو جناب المهرجة جايب الدوبلاش بتاعه ولا ايه؟ في صبري. ايوه. روح هات للمهرجة والمدام اي حاجة نشربوها. اوامرك يا استاذ. بسرعة. اهلا 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 جناب المهرجة. واو، انت بسكوتايا مقرمشة يا ولا أشيكي؟ أنت مهبوبايا مهببة. حاجة على إيه ده بيشتمك؟ لا، ده الهب الهندي. الهب؟ الهندي ده ليه الهب ده؟ جناب المهرجة نورتنا، وأسفين طبعاً للي حصل، يعني ما كناش متوقعين حضرتك تيجي على جمل، المفروض تيجي على فيل يعني. الفيل في التوكيل. فيل في التوكيل؟ أيوه، بيعمل صيانة الـ 20,000 كيل. لا والله. خلي بالك بقى، في صيانة الـ 20 لازم تغير زيت الزلومة عشان ما يعصلكش معايا. حاضر. سيدتي، لقد انكسرت الساق وتهشمت الرأس. لا لا لا، ما تفولش يا ناس يا جناب المهرجة، أنت أمر أهو واقف. هو بيقصد الجمل رجله اتلوت. رجله هي رجلي كان بقى اللي رجله اتلوت حضرتك. جناب المهرجة راح جمل، يجي مليون جمل غيره. هو راح فين؟ راح فين؟ محبوبة. وراح فين؟ تعالى لي يا عبيط. لا لا لا، اصبر يا مرات عم، انا عارف الاشكال دي. هقول لك الواد ده مكذوب من اللي بيبيع بخور في السيده. هو مش انا وقال خطف لي البت دي تشحن. ايوه يلا عبيط ده، اعمل انا بره. ليه من نفسك يا منصف؟ انت بتدافع عنه؟ طبعا بتدافع عن المتخلف ده. ايوه اهدى بس اهدى، انت مش عارف اتعامل ايه يا مرات عم. مش عايز اعرف اعمل ايه. انا بركن عربيه زبون بره، تمام، والحيوان ده مأجر جمل، مأجر جمل التافه ماشي بيه في وسط البلد. قلبت له عالي بالعربيه، قام اداني اشاره السنمه بتاعت الجمل. ان هو داخل يمين. ايه اشاره السنمه دي؟ ما انت قلت شنطه ال20 وزيت الزلوم جت على الغلبان. ما قلتش انا يعني اشاره السنمه. طيب سامع. ايوه تمام. المهم دخلت فيه، جبت له الجمل نصين. اسال اي حد اهو، اسال عم عبده الحلاق ده كان واقف. انت عم عبده مش شفت الخناقه؟ يا سيدي شفت اهو.